منصة إنتاج هي أول منصة عمانية صممت بأيدي عمانية. اللي يميزها أن المنتجات اللي فيها لازم تكون مصنوعة في سلطنة عمان، وأيضا الخدمات المفروض أنها لها علاقة بقطاع السفر والسياحة والضيافة. ونفس الشيء المنصة هذه تربط بين هذين الموردين اللي هم أو المصنعين حتى اللي عندهم المنتجات العمانية هذه أو الخدمات العمانية، تربطهم بمجموعة شركة عمران ومؤسساتها اللي تقريبا 24 مؤسسة كمرحلة أولى. فهي أقدر أقول أنها أول منصة تفاعلية بين الموردين للمنتج العماني وللخدمات العمانية مع خلينا نقول الشارين او طالبين الخدمه. قطاع السياحه قاعد يعني قطاع السياحه في سلطنه عمان جالس يشهد نمو حقيقي. انت لما تتكلم عن منصه معناها انت عمليه التسويق عندك 24 ساعه، لان هي منصه صحيح. فالمنتج اوريدي موجود، تقدر تتخلى اي وقت، تقدر تتخلى من اي مكان في العالم. الشيء الثاني لما انا ذكرت 24 مؤسسه من مؤسسات عمران، هي فنادق عمران. وأغلب الفنادق شركة عمران عادة المشغلين مالها عالميين. فأنا كصاحب عمل إذا كنت مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فهي فرصة حالي أني أتعامل مع جهة أو مشغل عالمي عندها فروع حتى خارج سلطنة بالضبط. عمان بالضبط. فما هي التعامل ما فقط أن أنا أعطي منتج، أنا نفس الشيء أطور منتجي. أنا نفس الشيء ممكن أحيانا تكون في فرص، فعلا صارت قبل، أني أنا أعطي منتج معين، نفس الأوبريتر أو نفس المشغل ممكن يطلب منك في منطقة، يعني في فندق آخر في المنطقة أو خارج صحيح المنطقة. صحيح. كيف طريقة التسجيل في المنصة؟ جدا 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 سهلة. ونفس الشيء يوجد دليل يعني في المنصة نفسها اللي باغي يسجل وكل الخطوات. كيف نوصل للمنصة؟ من خلال موقعكم؟ إنتاجي هو موقع مستقل إنتاجي دوت أم. وفي رقم يعني ممكن نذكره. ايوه انا ما عندي بس بس هو اتوقع موجود في المنصه. بالضبط. موجود في المنصه. نعم. انزين. ممكن ان التواصل ما يعرضوه الان على الشاشه الاخوان. فالرقم هذا يعني خدمه مجانيه مره ثانيه من الساعه 9 صباحا الى الساعه 5، واذا ما ردوا عليك بعد 5 يرد يعني يردوا عليك اليوم الثاني.